مرحبا. اليوم أريد أجرب، طبعا فكرت بهذا الموضوع أنه أبحث عن بدائل لمادة الفلوترول اللي أستخدمها كمفعل خلايا. هذه المادة طبعا أحصل عليها بصعوبة وأيضا غالية جدا. هاي العلبة اللي هي لتر واحد أشتريها تقريبا $100، توصلني من العراق. فلذلك دائما أحاول أن أجد بديل لهذه المادة اللي هي تستخدمها كمفعل خلايا. فكرت بشيء جديد آخر، أنه أستخدم الجلو اللي هو الغراء. هذا موجود متوفر طبعا بالأسواق، راح أخذ كمية قليلة وأخلط معاه أمستردام تيتانيوم وايت. طبعا الأمستردام ضروري ضروري جدا استخدموا وياه كمية قليلة، لأن أي ماركة غيرها ما تشتغل. راح أضيف لها كمية من الوارنيش اللامع اللي هو عندي، هاي الماركة، وفي موجودة هاي ماركة أيضا اللخة جلوس بارنيش، وأيضا مادة أخرى هذه جوسونيا. هذا أني أجيب هنا من برا، بس اللي موجودات من العراق هذولا، هذا جلوس بارنيش وهذا أيضا موجود بالعراق. راح أجرب أني واحد منهم. أضع كمية هنا، أنا صارت عندي سميكة، أضيف لها كمية أخرى. أخلط جيدا. طبعا أنا دائما أحاول أن أبحث عن بدائل. كثير يسألوني شلون أحصل على فلوترول، منين أجيب فلوترول. فهنا أنا راح أشوف هذه المادة هل هي فعالة مثل الفلوترول. طبعا شوف شلون، شوف السماكة شلون، العسل الدافي هاي يصير سماكة، هاي الأصل، هاي خوش تشتغل، الصور تشتغل، تشبه الفلاترة صارت. راح أبدي أجربها تجربة بسيطة حتى أعرف مدى فعاليتها. أنا سبق وسويت أسود، وهسه صار عندي أسود أبيض. راح أجرب واحد منهم إن شاء الله ونشوف النتيجة. يلا. راح أبدي أجرب هاي الخلطة. هنا من عندي خشب عادية مجرد للتجريب أستخدمها. أضع القاعدة، القاعدة تتكون من أكريليك مع ممزوج مع ماء بنسبة 70% ماء و 70% غراء و 30% ماء، أو أكثر أو 60 أو بالنسبة لخلط الألوان. يفضل أن تخلط الألوان قبل يوم من بدء العمل حتى ما تكون بفقاعات. هسه عندي هذا بالنسبة لل مفعل الخلايا شوية صارت بفقاعات، لأن هسه توني سويته. راح أجي أصب بعض الألوان، لا على التعيين، مجرد للتجربة.
أضع مفعل الخلايا كمية قليلة، تشوفون تصير فد هالة حول اللون الأسود اللي حطيته، هو هذا يعني معناته. هذا منفاخ عندي كهربائي، بدل ما أنفخ فمي تلاحظون. طبعا اول مرة اجرب، اني فكرت بهاي الفكرة، قلت خل اشوف ايش يصير عندي. تلاحظون الخلايا، اذا يعني نقدر نسوي بدائل اللي هي الغراء، وعلى فكرة طبعا لازم أمستردام، لأن ما يشتغل مفعل الخلايا بدون أمستردام. تلاحظون الخلايا شلون طلعت، جميل جدا. أتمنى أن تكونوا استفاديتوا من هاي التجربة، وشكرا لمشاهداتكم. تابعوني حتى تشوفون تجارب أكثر، واشتركوا بقناتي ولايك، وكتبوا لي بالكومنتات أي سؤال لكم، أنا مستعدة أجاوبكم، وشكرا للمشاهدة. نسوي تجربة أخرى، قطعة خشب أخرى. أستخدم طريقة نفس المواد، راح أستخدم طريقة السوايب أو طريقة السحب، نشوف همينة تنجح ويانا. راح استخدم ألوان عندي مجهزتها، هاي الأصفر، تركواز، أسود، راح أستخدم مفعل الخلايا الأبيض اللي سويته بالتجربة الأولى، أضع على السباتيولا أو الشفرة. أشوف هل أسحب على كيفي وبشكل مائل، تلاحظون الخلايا خلايا ظهرت عندي، ولكن صغيرة نوعا ما، بس أحاول أميل
لاحظوا الخلايا